بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأخواتي، زملاء المهنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. أرحب بكم وأتشرف بحضوركم الافتراضي لهذه الورشة، وأؤكد لكم أن نجاح هذه الورشة إن شاء الله قائم بشكل كبير على مشاركاتكم ومداخلاتكم القيمة، وأتمنى أن تعمل فائدة لنا جميعا. في البداية حقيقة ودي أعرفكم بنفسي، ربما أكون وجه جديد على أغلبكم في ميدان المراجعة. أنا أخوكم أحمد السليمان، حاصل على مؤهل محاسب قانوني CPA من ولاية ديلاوير في عام 2006، وبعد ذلك أكملت مسيرتي المهنية الحقيقة ودرست CFA Chartered Financial Analysis، ولا أزال مقيد بالمستوى الثاني في برنامج CFA. والحمد لله حصلت العام الماضي على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والحقيقة أنا عملت في أغلب دول مجلس التعاون في ميدان المراجعة والمحاسبة والاستشارات، وأنا مرخص في أكثر من دولة، ومحطتي الأخيرة الحمد لله هني في المملكة العربية السعودية. وحالياً أعمل من خلال مكتبي، مكتب أحمد محمد السليمان للمراجعة وتدقيق الحسابات في الرياض. أنا الحقيقة قدمت الكثير من دورات تدريبية في ميادين المحاسبة والمراجعة والمعايير الدولية في عدد من الدول الخليجية. فيما يتعلق بورشتنا اليوم، الحقيقة سنناقش في هذه الورشة القصيرة تأثير التقنية على إجراءات المراجعة، وكيفية توظيف التقنية لتنفيذ إجراءات المراجعة. ستكون هذه الورشة إن شاء الله مختصرة، لأن لو أسهبنا فيها لاحتجنا ساعات طويلة. لذلك إذا ارتأيتم موافقة الهيئة، ربما يكون هناك ورش أخرى متخصصة في هذا الموضوع باعتبار من المواضيع الهامة. والحقيقة تم ترتيب هذه الورشة برعاية الهيئة لتكون ورشة تفاعلية، فمن يرغب منكم حضورنا الكرام المشاركة وإبداء المداخلات في محاور الورشة فهذا شيء مرحب به، والحقيقة هذا ما نرمي له، لأن إثراء معلوماتنا جميعا هو قائم من خلال مشاركتنا المعلومات والتجارب الشخصية في ميادين عملنا. الحقيقة احنا في هذه الورشة ما نناقش معيار دولي محدد أو مشكلة معينة وبالتالي نكون ملزومين بإطار معين، وإنما الحقيقة نحتاج إلى أن نسهب في الخيال مثل ما نقول من أجل أن نصل إلى تصور أوضح للوضع اللي سيكون عليه وضع مهنتنا، مهنة المراجعة في المستقبل، في ظل التقدم التقني الحاصل، وفي ظل قيامنا بتوظيف التقدم التقني من أجل خدمة المهنة. لذلك الحقيقة ودي بس أنبه عليكم أخواني قبل البدء، أن من يرغب بكم منكم في المداخلة ياريت بس يتأكد من طرفه أنه ضاغط على زر أنميوت، لأن حصلت كذا مرة أن نفتح المايك للمتداخل ولكن يكون من طرفه مغلق، فأرجو بس أن أأكد على هذه النقطة قبل البدء. الحقيقة تنقسم الورشة إلى خمس محاور رئيسية، وقد قمنا بهذا التقسيم بهدف طرح الموضوع للمناقشة وإثراءه بشكل منسف. لذلك أنا أفضل أخواني وأخواتي أن تتقدموا مداخلاتكم المتعلقة بكل محور في حينه، وأن تكون ولذلك تكون المناقشات مفيدة ومترابطة، وألا تتأخروا مداخلاتكم بعد أن نتجاوز المحور المعني. كما ترون الحقيقة في الفهرس، ورشتنا اليوم تتكون من خمس محاور رئيسية. المحور الأول هو أضواء على أتمتة إجراءات عملية المراجعة، وفي هذا نحن نلقي نظرة عامة على الأمر دون الخوض في التفاصيل، لأن التفاصيل سوف نأتي لها لاحقاً في المحور الثاني عندما نناقش نماذج لبعض إجراءات عملية المراجعة التي ستخضع للأتمتة، ونناقش هذا الأمر حسب توقعاتنا الحقيقة، لأن مثل ما قلت قبل قليل أن نظرتنا للمستقبل وتصورنا له اللي هو كيفية توظيف التقنية الحديثة
في إجراءات المراجعة هو أمر يحتاج من عندنا أن نتخيل بعض الأمور للمستقبل إلى جانب بعض الحقائق القائمة على الأرض أساساً. وبذلك الحقيقة نتناول الأمر بتفصيل أكثر، ربما نقدم بعض الأمثلة وبالتالي نغوص في هذا الأمر بشكل أكبر في المحور الثاني. عموماً ننتقل إلى حيث توقفنا قبل قليل في شرح المحاور، ومثل ما قلنا في المحور الأول من هذه الورشة سوف نتطرق إلى من خلال الأضواء على أتمة إجراءات عملية المراجعة، سوف نلقي نظرة عامة على الأمر دون الغوص في تفاصيله، لأن التفاصيل هذه سوف نستشرفها إن شاء الله من خلال المحور الثاني، وهو نماذج لبعض إجراءات عملية المراجعة التي ستخضع للأتمة، ونحن نرصدها حسب توقعاتنا لها، لأن الحقيقة مستقبل أتمة عمليات المراجعة هو أمر فيه أو يحتاج من عندنا شيء من الخيال على أساس أن نقدر نستوعب أو نرسم كيف سيكون عليه الأمر في هذا الأمر في هذه الناحية. يعني في المحور الثالث إن شاء الله دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير ملامح مهنة المحاسبة وليس المراجعة. في هذا الأمر نتحدث عن مهنة المحاسبة وهي مهنة لصيقة بمهنة المراجعة، فالمراجع أيضاً يتأثر بطريقة تنفيذ المحاسب لمهام عمله، لذلك من الأفضل ربط الأمرين ببعض. المحور الرابع كيف يتأقلم مراجع الحسابات مع ظروف العصر الجديد للمهنة. الحقيقة في هذا المحور نناقش ما هو المطلوب من المراجع القيام به من أجل أن يكون مراجع عصري واثق من نفسه، واثق من حكمه المهني الذي يصدره، سواء فيما يتعلق بحكمه المهني جراء اكتمال وملائمة أدلته الثبوتية التي جمعها، أو فيما يتعلق بتحديده لمستوى المخاطر للعميل الجديد أو العميل اللي هو يمارس العمل معاه أو يقدم له أعمال المراجعة من سنوات سابقة. حتى في المحور الخامس راح نتحدث عن بعض العقبات في طريق أتمة مهام المراجعة، وفيها أيضا نناقش بشكل عام دور وتأثير الجهات الرقابية في تمكين التقنية من أداء دورها بشكل سليم ومفيد في عملية المراجعة. لذلك الحقيقة سنناقش في هذه الورشة إن شاء الله الآثار المتوقعة حصولها في ميدان المراجعة كنتيجة لأتمة بعض إجراءات المراجعة، لذلك ستكون النقاشات إن شاء الله نظرية دون الخوض في التطبيق الفعلي بشكل مفصل لعدة أسباب. أولها أن الحقيقة إحنا اليوم الهدف من هذه الورشة أن نتبادل الأفكار حول أفضل الطرق الواجب اتباعها من أجل أن نتعايش مع ونستفيد من توظيف التقنية في ميدان المراجعة. لذلك هو الأمر أقرب ما يكون إلى آيس بريكينج، يعني نكسر الجليد أو الحاجز المعنوي بيننا وبين توظيف التكنولوجيا في مهام المراجعة. الحقيقة كما تعلمون إخواني مراجعة الحسابات هي خدمة مهنية وجدت تاريخياً، ولما وجدت هي وجدت لأن كان هناك حاجة لها، فوجدت عملية أو مهنة مراجعة أو تدقيق الحسابات بهدف إضفاء نوع من المصداقية على البيانات المالية لدى مستخدمي هذه البيانات المالية. وبالتالي كما نعلم أن مراجع الحسابات كان ولا يزال وربما سيبقى يقدم تأكيد معقول وليس ضمان على أمرين. الأمر الأول أنه تم إعداد وعرض البيانات المالية والإيضاحات حولها وفقاً لإطار المحاسبة المعمول به، والأمر الآخر الذي أيضاً يقدم المراجع من خلاله تأكيد معقول هو أن أنشطة العميل متوافقة مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. الحقيقة أن هذين الهدفين هما الهدفين الأساسيين عملية المراجعة، أو هذين الهدفين الأساسيين الذين يطمح مراجع الحسابات أن يقدم تأكيدات معقولة حيالهما. وبالتالي من المتوقع أن
يبقى هذين الهدفين موجودين وربما يزيدون أكثر، لأن ربما في ظل التطور وتعقد وتعقيد النشاط الاقتصادي ربما مهنة المراجعة أيضا تتعقد أكثر، بحيث أنه يكون مطلوب المراجع الحسابات ليس فقط إبداء تأكيد معقول تجاه هذين الأمرين وإنما أكثر من ذلك. لذلك هذه الأمور لا تزال قابلة للتغيير. كما تعلمون الحقيقة عملية المراجعة هي عبارة عن إجراءات بسيطة تطورت بناء على الممارسات التجارية السائدة في كل فترة، ولعل إخواننا الكبار وأساتذتنا المشاركين معنا في هذه الورشة ربما يثرون هذا النقاش بتجاربهم السابقة أو لعل أقول التجارب القديمة في تنفيذ إجراءات المراجعة قبل أن تصبح على ما هي عليه الآن. الحقيقة فيما يتعلق بتجربتي الشخصية، أنا شاركت في أول مهمة مراجعة لي كانت في صيف عام 2000، يعني قبل 20 سنة بالضبط من الآن. في ذلك الوقت الحقيقة كانت الإجراءات بسيطة، ولازلت أذكر دفاتر المحاسبة الطويلة، الدفتر طوله متر تقريبا وكل صفحة منه تحتوي على تفصيل كامل للبنود الرئيسية والفرعية. الأمر تغير طبعا الحين بشكل كبير، ولذلك إجراءات المراجعة توسعت بشكل كبير مجددا لكي تمكن مراجع الحسابات من تحقيق هذين الهدفين الرئيسيين اللي تكلمنا عنهم في البداية. فلذلك عملية المراجعة اليوم أصبحت معقدة بشكل كبير لما نقارنها بما كانت عليه في الفترة السابقة. لذلك مثل ما قلت قبل قليل، ربما أساتذتنا المشاركين في هذه الورشة إذا كان عندكم أي مداخلات تودون طرحها بهدف إثراء هذه الورشة، خصوصا فيما يتعلق بالفرق بين ممارسات المراجعة السابقة والحالية، أرجو أن raise hand، بس تضغطون على الايكون وإن شاء الله يبين عندي، ونحن نتشرف ونستفيد جميعا من تجاربكم السابقة في هذا الميدان. الأخ عصام العامري. عصام العامري أستاذي. والنعم، تفضل. هلا والله أستاذي، بس أنا فعلا ما تطرقت إليه في البداية من طريقة المحاسبة وتطورها فعلا أثر تأثير مباشر على أسلوب المراجعة في حد ذاته. فمثلا ذكرت بدايات المحاسبة كانت عبارة عن دفاتر طويلة وسجلات، كانت تمثل دفاتر يومية وأستاذ عام وأستاذ مساعد، فكانت طرق المراجعة وآلية المراجعة نفسها كانت بناء على ما هو متوفر، فكانت الأحداث أو كانت الإجراءات تشملها أو يسيطر عليها نوع من الرتابة لهذا السبب نفسه يعني. فالإجراء نفسه، تطور مهنة المحاسبة كعلم وكفن أثر بالضرورة على الإجراءات المقابلة لها كمراجعة. بالتأكيد. فهذا فعلا الذي أثر، وظهور الأتمتة في المحاسبة كعلم قابله كمان أيضا تأثير مباشر، مما استدعى حتى أن المراجع يكون على اطلاع بجانب الحاسب الآلي، بجانب المحاسبة، بجانب جوانب قد تكون تقنية نوعا ما. كلامك صحيح أخوي عصام، شكرا لك على مداخلتك. تفضل يا أخت صفية. السلام عليكم. عليكم السلام. بخصوص الموضوع، أنا كنت بشتغل في مكتب مراجعة بس ما حصلت لي الفرصة أني أراجع على شركة أو مؤسسة أو منشأة تستخدم سيستم الـ ERP. فهذا سيستم الـ ERP كيف يكون؟ هل في أحد مثلا عنده تجربة في المراجعة على هذا السيستم؟ وكيف الخطوات اللي هو أخذها في عين الاعتبار عشان يختبر السيستم، يختبر كيف العملية المراجعة، علما أن هذا السيستم مطروح في السوق وكثير منشآت وشركات تستخدم هذا السيستم؟ فحبيت أشوف إذا عندكم خبرة أو في أحد عنده خبرة كيف يفيدنا في الموضوع. ممتاز أختي صفية، أنا الحقيقة ما اشتغلت عليه، فلذلك إذا كان أحد الأخوة الحضور معنا اشتغل عليه من قبل ويقدر يعطيك نبذة عنه، يا ريت يرفع يدها أيضا. شكرا لك. ودنا أن نكمل الحقيقة نقاشنا في هذا الأمر. لذلك الحقيقة في هذا الإطار لابد من التطرق لمبدأ مهم في المراجعة، وهو أن معايير المراجعة
تسمح للمراجع أن يعتمد على نتائج اختبار العينات، ومن خلال اختباره للعينات فقط فهو يصدر رأي على كامل عمليات العميل. الحقيقة أنا ودي أن أقف قليلاً عند هذه النقطة. هذا الوضع اللي هو أن مراجع الحسابات بإمكانه أنه فقط يطلع على عينة تنتقى بطريقة معينة ويدرسها، ومن ثم في ضوء اختباره لهذه العينة من عمليات العميل يقدم رأي وتأكيد معقول على عمليات العميل بشكل عام، الحقيقة هذه ميزة قدمتها إجراءات المراجعة لمراجع الحسابات. وطبعا هذا أيضا خاضع لمبدأ التكلفة والحفاظ على المواعيد، لأن أيضا العميل مطلوب منه أن يقدم تقاريره للجهات المختصة في مواعيد معينة، وبالتالي يصبح موضوع الاعتماد على العينات في إصدار تقارير على المجتمع ككل أو على كل عمليات العميل، هذا وضع خاص وضع جيد مفيد لمراجع الحسابات. ولكن الآن في ظل توظيف تقنيات المراجعة أعتقد أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، لأن مثل ما راح نشوف بعد شوي أن تقنيات المراجعة راح تسمح لمراجع أن يعمل فحص على كل المجتمع وليس على سامبلز فقط، وبالتالي حتى مخاطر العينات راح تقل ثم تلغى ربما من حساباتنا. لذلك الحقيقة مع التزايد وتيرة أثبت إجراءات المراجعة يبرز أمرين مهمين، وهما هيكلة وتشغيل نظام الرقابة الداخلية. والحقيقة أن هذا الأمر مهم جدا، لأن أعتقد أن راح نلقى في المستقبل كثير من برامج المراجعة راح تكون متخصصة أو تعمل بكفاءة عالية على أساس أنها تعتمد على حقيقة يجب أن يكون المراجع استنبطها، وهي أن هيكلة وتشغيل نظام الرقابة الداخلية لدى العميل عالي جدا، وبالتالي هالشيء راح يسمح لمراجع الحسابات أن يعتمد على هذه الأنظمة بشكل كبير. وأعتقد أن أيضا راح توجد أنظمة أخرى راح تكون مصممة بطريقة وكأن أنظمة الرقابة الداخلية لدى العميل لا يمكن الوثوق بها، وبالتالي في هذه الحالة راح يكون في إجراءات إضافية في هذه البرامج تمكن مراجع الحسابات من الوصول إلى أهدافه دون الاعتماد على كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية للعميل. آخر الحقيقة أعتقد أنه راح يكون مهم أيضا خلال الفترة القادمة، وهو في ظل الأتمتة يعني، وهو تجاوز الإدارة العليا لأنظمة الرقابة الداخلية سواء بمبرر أو غير مبرر، لأن في الوقت الذي أنظمة أو التقنيات الموظفة في مجال المراجعة في الوقت الذي تنشط فيه هذه التقنيات في البحث عن أي تجاوزات من قبل الإدارة العليا لأنظمة الرقابة الداخلية، ولكن هي أيضا الحقيقة تفتح مجال كبير لكسر هذه الأنظمة الداخلية من قبل الإدارة. فلذلك هني يعني يكون الأمر فيما يتعلق بتجاوز الإدارة العليا لأنظمة الرقابة الداخلية، الأنظمة والتقنيات الحديثة هي كأنها بمثابة سلاح ذو حدين، فهي في بعض الأحيان إذا كانت غير سليمة ربما تساعد على تجاوز الأنظمة بشكل كبير، وإذا كانت رصينة سوف تكشف هذه التجاوزات بشكل واضح. أيضا الحقيقة في هذا الإطار ودنا نتكلم عن أن أتمتة إجراءات المراجعة سمحت للمراجع بدرجة أكثر من ذي قبل بتنفيذ إجراءات مراجعة مزدوجة للأهداف، ونقصد في ذلك أن المراجع يكون بإمكانه فحص كفاءة الأنظمة الداخلية وتشغيلها، وبنفس الوقت هو قاعد يتحقق من صحة المعاملات والقيود بنفس الوقت. مثال على ذلك مثلا لما نتكلم عن فحص الرواتب، فحص رواتب الموظفين، فبإمكان المراجع أن يتأكد من أن عملية تسجيل الرواتب قاعدة تسير حسب ما رتب لها أو حسب الهيكل المطلوب، بمعنى أن في كل شهر من الأشهر أو لكل فترة
يتم احتساب أيام دوام الموظف، يتم احتساب الموافقة على حضوره بالأيام المشار لها خلال الفترة، الأمر من قبل مديره المباشر، ثم الأمر ينتقل إلى المسؤول في شؤون الموظفين إذا كانت هناك أي استقطاعات من راتب هذا الموظف، ثم في النهاية يتم سداد المبلغ في حساب الموظف. فالأنظمة الحديثة قاعد تساعد المراجع أن أول شيء يتأكد أن أنظمة الرقابة الداخلية تم هيكلتها بشكل سليم، ثم أنها قاعدة تشتغل كما أريد لها، وهذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني أن هذه الأنظمة أيضاً قاعدة تساعدنا على تحقيق الهدف الثاني، وهو substantive testing أو التأكد من وجود واكتمال قيمة المبالغ المدفوعة كرواتب. مثال آخر أيضاً لما نأتي إلى تسجيل الإيرادات خصوصاً في قطاعات معينة مثل قطاع الإنشاءات أو في قطاع الخدمات مثلاً، عندما تكون هناك عقود لفترات تمتد إلى أكثر من سنة مثلاً إلى 3-4 سنوات، وبالتالي تسجيل وتحقيق الإيرادات في الدفاتر هو قائم أو معتمد على نسبة الإنجاز التي يتم تحقيقها على سبيل المثال لو كان هذا هو الأساس المتبع. وبالتالي أنظمة المراجعة الحديثة قاعدة تمكننا من أن هيكلة وتشغيل أنظمة الرقابة الداخلية تتيح المراجع التعرف من أن هذه الهيكلة سليمة وأن التشغيل سليم وأن أيضا المبالغ مكتملة بحسب ما تفرضه أو تستدعيه معايير المحاسبة. كما تعلمون إخواني الحقيقة تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة للتقليل من الإجراءات اليدوية المملة، لأن هذه الإجراءات الحقيقة تأخذ وقت طويل وتستنزف عدد كبير من الموظفين، وفي النهاية لا تؤدي إلى فائدة كبيرة، تؤدي إلى فائدة قليلة، ولكن تبقى الحقيقة أنا ما أقلل من حجم هذه الإجراءات المراجعة الأساسية الروتينية. فلذلك حتى نلاحظ أن مراجعي الحسابات يحاولون يتهربون من هذه المهام، في المقابل مدير التدقيق يحاول يتأكد أن هذه الإجراءات تم القيام بها بشكل سليم، لأن الحقيقة المخرجات هذه الإجراءات اليدوية المملة الكثيفة العمالة مثل ما قلنا عنها قبل قليل، الحقيقة هي مهمة للانتقال إلى الخطوات اللاحقة، فهناك كثير من إجراءات المراجعة تعتمد على جودة إتمام هذه الإجراءات، وبالتالي الذكاء الاصطناعي قاعد يعمل بشكل سريع على القضاء على هذه الإجراءات المملة بحيث أن يتم تأديتها بشكل إلكتروني. وإن كان هذا الموضوع موجود حالياً، ولكن في ظل وجود الأتمتة فإن هناك خطوات طويلة في هذا المجال. بالمثل الأتمتة إجراءات المراجعة الحقيقة خلقت بيئة خصبة لاستحداث ممارسات تزيد من الفوائد والمنافع المراجعة لكل الأطراف، سواء لمكتب المراجعة، سواء للعميل، سواء للمكتب المهني، للمجتمع المهني عفواً، لأن أتمتة إجراءات المراجعة يفترض أن تؤدي إلى تخفيض التكاليف على مكتب المراجعة، ويفترض أن تزيد من جودة الأداء، ويفترض أن تزيد من ثقة مراجع الحسابات من نفسه ومن المهام التي قام بها ومن قراره المهني، وبالتالي هذه المنافع المرجوة من خلال الأتمتة لمكتب المراجعة باعتبارها أحد الأطراف. أيضاً يجب أو تطمح شركات التقنية التي تطور برمجيات المراجعة إلى أيضاً توفير الفائدة والمنفعة للعميل أيضاً، لأن العميل أيضاً هو ينتظر من مراجع الحسابات أن يزوده بكثير من الملاحظات حول جودة الأداء، حول التزام بالمعايير، حول ملاحظاته على نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بهيكلته وفيما يتعلق بتشغيله. لذلك هذا هو الهدف الأسمى من أتمتة إجراءات المراجعة، بل أكثر من ذلك أحياناً إحنا نطمح أن تكون الفوائد تتعدى حدود المراجعة التقليدية. مثال على ذلك لو إن شاء الله في المستقبل أن يحصل ربط جيد بين الجهات المعنية، ربما يكون من الممكن لمراجع الحسابات معرفة وضع القضايا المرفوعة على العميل من خلال
الخدمات الإلكترونية للمحاكم مثلاً. فكل نعلم أننا في الماضي وربما لحد الآن عندما نجري عملية المراجعة على العميل نسأل قسم الشؤون القانونية لدى العميل عن وضع القضايا المرفوعة على الشركة. فالقضايا تكون نوعين، أول شيء القضايا السهلة اللي ربما أو من المتوقع أن تكسبها الشركة وتكون هي العنصر المستفيد فيها، عادة هذه الأمور المحامي يتكلم عنها بطلاقة ويعطي كثير من الوثائق وما عندنا مشكلة فيها. المشكلة تكمن في القضايا اللي يكون موقف الشركة ضعيف فيها، الشركة اللي هو العميل، وبالتالي يبدأ يعني يبدأ قسم الشؤون القانونية لدى العميل يبدأ بالمراوغة، وربما يكون عنده تعليمات من الإدارة العليا أن لا تقدم هذه المعلومات ولا تتعاون مع المراجعين الخارجين في هذه الجزئية فقط، لأن ربما يترتب عليها تعديل بعض الحسابات أو احتساب مخصصات أو إفصاح إضافي في القوائم المالية بشكل لا يعجب الإدارة. فأنا أعتقد أن لو كان فيه، وربما هذا يحصل في المستقبل، لو كانت الخدمات الإلكترونية للمحاكم توضح هذه الأمور بشكل جيد، ربما يكون بإمكان مراجع الحسابات أن يعتمد على هذه المصادر في بناء رأيه المهني، بالتالي يقدر يصل إلى نتيجة أفضل في هذا الاتجاه. أيضاً كما لا يخفى عليكم أن أحد أهم مزايا أتمة إجراءات المراجعة تكمن في تمكين المراجعين من تحليل مجموعات البيانات كاملة بدلاً من الاعتماد على العينات، وهذا أحد الأمور الأساسية التي ربما تظهر بشكل واضح في المستقبل مع تطور تقنيات المراجعة، وسنعرض هذا الأمر بتفصيل أكثر إن شاء الله في الشرائح القادمة. الحقيقة أن استخدام التقنية سيؤدي أيضاً بالتالي إلى تقليل مخاطر العينات. إحنا اليوم مثل ما تعرفون أن المراجع الحسابات عندما يقوم باختيار العينات على أسس معينة حسب ما تقتضيه معايير المراجعة المعمول بها، بالرغم من ذلك يبقى هناك مخاطر العينات sampling risk، وهو أن مخاطر العينات أن تكون العينة المختارة لا تمثل المجتمع، وبالتالي في مثل هذه الحالات أحيانا يلجأ المراجع إلى أن يرفع يعني مستوى المخاطر اللي عنده يرفعه بنسبة 20% إضافية، ويعزو هذه 20% إلى مخاطر المراجعة الناتجة عن العينات. أنا أتوقع أن في المستقبل هذه الأمور سوف نتجاوزها، راح يكون التقنيات الحديثة سوف تمكن مراجع الحسابات من مراجعة كامل البيانات، وبالتالي راح يكون هناك احتمالية قليلة أن تمر معاملات غير عادية أو غير صحيحة من خلال تجاوز النظام الداخلي. فائدة أخرى أيضاً الحقيقة سوف نلاحظها في الفترات القادمة هو أن مراجع الحسابات لن يخضع للمفاضلات التقليدية بين السرعة والجودة كما هو حاصل الآن. ولعلي في هذا يمكن أقدم مثال بسيط، أن حالياً عندما يتعاقد العميل مع شركة المراجعة للقيام بمراجعة حساباته، يبدأ مراجع الحسابات بالتخطيط للمهمة، ربما يبدأ حتى بالعمل الميداني جزئيا، أو ربما يقطع فيه شوط طويل. اللي يحصل بعدين في بعض الأحيان أنه يحصل خلاف بين العميل ومراجع الحسابات، أما أن العميل يبدأ يختلق المشاكل ويبدأ يطالب العميل يبدأ يطالب مراجع الحسابات بالتجاوز عن بعض الأخطاء الحاصلة في النظام، سواء كانت تغييد لنطاق المراجعة أو خروج عن معايير المحاسبة، فيبدأ العميل يخلق مشاكل المراجع بحيث أن في النهاية يضطر أن يعفيه من هذه المهمة، أو يكون الأمر من الطرف الآخر، أن يكون مراجع الحسابات لما اطلع على النظام الداخلي، لما اطلع بشكل كبير على فريق المكلف بالحوكمة وعلى مجلس الإدارة، وشاف أن سيرتهم ليست ناصعة،
فلذلك فضل أنه ينسحب من المهمة، لأنه يعتقد أن هناك مخاطر كبيرة تتعلق بتطبيق في تشغيل نظام الرقابة الداخلية وفيما يتعلق بتجاوز الإدارة لهذه الضوابط، وبالتالي يختار مراجع الحسابات أنه ينسحب من المهمة. في هذه الحالة العميل يكون خلاص داركه الوقت، يعني وما عنده كثير من الوقت الآن أنه يتعاقد مجدداً مع مراجع حسابات، بحيث أن مراجع الحسابات الجديد يبدأ يخطط للعملية وينفذها ويكمل شغله قبل مواعيد تسليم هذه التقارير، لأن العميل يكون ملزم يسلم التقارير هذه لوزارة التجارة، لهيئة أسواق المال وغيرها. فبالتالي هذه المشاكل تحصل حالياً. أنا أعتقد في المستقبل لن تكون هذه المشاكل حاضرة بنفس الزخم، لأن التقنية راح تمكن مراجع الحسابات من تأدية عمله بشكل سليم، مثل ما سنعرض له بعد قليل بتفصيل أكثر. وبالتالي التقنية سوف تسمح لمراجع الحسابات بقضاء مزيد من الوقت في الإجراءات التي تضيف قيمة أكبر لمهمة المراجعة، ويأتي على رأسها الملاحظة العينية مثلاً، أو الاستفسار من كبار مسؤولي العميل. عادة اللي يحصل أن يروح جهد ووقت كبير من فريق المراجعة بتوثيق والكتابة والفحص الوثائق، ولا يقلهم إلا وقت قليل للقيام بإجراءات ربما تأتي بمنفعة أكثر. وأنا الحقيقة في هذا أيضا ودي أشير إلى أن أنا لا أستنقص أو أقلل من هذه الإجراءات التي تستنزف الوقت والجهد، هي إجراءات مهمة لابد من القيام بها، ربما إجراءات أخرى تتوقف أو يتوقف أدائها على أداء هذه الإجراءات أولا. ننتقل إلى الشريحة التالية. كما تعلمون أن الحقيقة في السابق كانت أدوات تنفيذ مهام المراجعة هي دفاتر ورقية كبيرة وآلات حاسبة وأقلام وبس، هذا هو. والحقيقة كانت هذه الأدوات مفيدة وناجحة وكافية لأداء المهمة، ولكي تمكن مراجع الحسابات من تحقيق الهدفين اللي تكلمنا عنهم في البداية. اليوم لا يزال مراجع الحسابات مطلوب منه أن يحقق هذين الهدفين، ولكن اليوم المجتمع التجاري تطور واختلف، وبالتالي لم تعد الأدوات البسيطة اللي كانت كافية في الماضي لم تعد كافية الآن أيضا في وضعنا في وقت الحالي أو حتى في المستقبل. لذلك من الطبيعي أن تظهر أدوات مراجعة جديدة قائمة على الأجهزة الذكية، قائمة على البرمجيات المتخصصة، من أجل تمكين المراجعين من مراجعة وتقييم حجم أكبر من العينات اللي تكلمنا قبل شوي، ربما العينات هذه تصل إلى نسبة 100% من حجم المعاملات. بل أكثر من ذلك، أنا أتوقع أنه البرمجيات الجديدة راح تتيح لمراجع الحسابات أنه ينتقل أو يمد الفترة الخاضعة للدراسة والفحص عنده إلى ما هو أكثر من مدة المراجعة، اللي أكثر لأطول من مدة السنة المالية. فهذا الأمر لن يحتاج منه جهود كثيرة، لأن كل ما هنالك أنت تأخذ المعلومات هذه وتدخلها عندك في السيستم وتحصل يعني نظام المراجعة وتطبيقات المراجعة، وبالتالي تحصل على كثير من التحليلات الاناليتيكال بروسيجرز، وبالتالي يكون بإمكانك أن كأنك قاعد تمد فترة المراجعة، وإن كان هذا غير مطلوب منك، ولكن لأنه ما قاعد يكلفك شيء يذكر. أخواني الحقيقة فيما يتعلق بالquestion and answers، أنا قاعد أشوف الحقيقة عندكم كثير من الأسئلة، بعضها الحقيقة غير متعلق بموضوع الورشة اليوم، فأنا الحقيقة وقتنا محدود وقصير وما ودي أطلع عن نطاق الورشة، فلذلك أنا الحقيقة ما أعرف كيف أقدر أتواصل معكم أو تتواصلون معي لاحقا. اللي عنده أي أسئلة أو استفسارات وده يوجهها لي، ولكن غير ليست في نطاق هذه الورشة، أرجو أن نقدر نتواصل مع بعض في وقت آخر لو تكرمتم. أشرف يقول: تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة هي من التقنيات التي سنجبر عليها خلال السنوات القليلة القادمة. بالتأكيد سنجبر عليها، وإن شاء الله ما نجبر عليها، إن شاء الله الأفضل أن نكون إحنا مقتنعين أن هذه الآلات هذه يعني يصير عندنا
استيعاب وفهم أكثر أن إحنا لمصلحتنا يجب أن نوظف التقنية في مجال عملنا، ولا ننظر لها أن هذا أمر إحنا مجبرين عليه. استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة من المتوقع أن يكون له أثر كبير في درجة تنفيذ إجراءات المراجعة بكفاءة عالية وبتكاليف أقل وبوقت أقصر، لأن البيانات التي ستصدرها تقنيات المراجعة هذه راح تعطينا معلومات دقيقة جدا، وراح تربط كثير من الحسابات مع بعض بطريقة أكثر من اللي قادرين إحنا نسويها الآن في هذه الفترة باستخدام العقل البشري، لأن الذكاء الاصطناعي هو الهدف منه أنه يقترب من مستوى ذكاء العقل البشري في ميادين معينة. فلما نتكلم إحنا هنا عن المراجعة، فإحنا كلنا نعرف على سبيل المثال أن لما أجي أراجع مثلا المبيعات، فأنا لازم في الوقت اللي قاعد أراجع المبيعات لازم أيضا أفحص أو أشوف سلوك المبيعات الآجلة، بنفس الوقت لازم أشوف سلوك الأكاونت ريسيفابل، لازم أيضا أشوف سلوك provision for doubtful debts، لازم أيضا أشوف سلوك الانفنتوري. فلازم لما يكون عندي مبيعات مرتفعة إذن لازم الانفنتوري يقل، لازم الكوست اوف جود سولد يرتفع، لازم أو من المتوقع أنه بروراتا الأكاونتس ريسيفابل بالانس يرتفع، وإذا زاد الريسيفابل فبديهي أنه يتبع أيضا زيادة في المخصص اللي يتعلق ب doubtful debts. فلذلك هذه أمور إحنا قادرين أن نتوصل لها باستخدام عقلنا البشري. الآن في ظل التكنولوجيا يفترض أن التكنولوجيا أنها تروح إلى ما هو أبعد من ذلك وتربط كثير من الحسابات مع بعض، وبالتالي أحيانا هذه ربط الحسابات المتعلقة وغير المتعلقة مع بعض بهذه الطريقة هي اللي راح تسمح لنا أن نتعرف على المشاكل مبكرا ونبدأ نعالجها ونتوصل لأسبابها. ويجب أن يكون هذا الأمر باستخدام عدد أقل من المراجعين. فبالتالي أنا ما ودي أحبط أخواني وأخواتي المقبلين على العمل في ميادين المراجعة، لا بالعكس أنا أشجعكم ادخلوا بقوة في هذا المجال وكونوا مراجعين ماهرين وتعلموا، يعني مثل ما تقول الحبكة اللي تحصل خلف أجهزة الكمبيوتر على أساس تعرفون الأمور كيف تم ترتيبها بهذا الشكل. ولكن أيضا بنفس الوقت أقول لكم لازم تعرفون أسرار ومداخل وكيفية أو إيش العلاقة بين الحسابات على أساس تكونون عارفين تقرؤون وتستنطبطون وتقتنعون بالتقارير اللي راح تقدمها لكم التكنولوجيا فيما يتعلق بالمراجعة. الأخ محمود مثنى يقول ذكرت أن برامج الذكاء الاصطناعي سوف تمكن المراجع من مراجعة كافة البيانات. السؤال كيف سوف يتم ذلك، لأن هذه البيانات في الأخير هي البيانات عبارة عن مستندات تحتاج إلى عدد كبير من المراجعين. ممتاز يا أخوي محمود، اللي حاصل سلمك الله في أكثر من طريقة تمكن مراجع الحسابات من مراجعة كافة المستندات أو العمليات، لأن اللي قاعد يحصل اليوم إنه شركات التقنية قاعدة تطور تقنيات معينة وأجهزة معينة، على سبيل المثال مثل السكانر، جهاز مثل السكانر، بحيث أنت تجيب عقود الموظفين عندك كلها اللي تكون متيبة وتحطها في هذا السكانر. السكانر نفسه عنده معلومات معينة هو قاعد يبحث عنها، مثل أسماء الموظفين، تاريخ بدء الخدمة، جنسيته، وظيفته، راتبه إلى آخره. فبدل ما المراجع يجيب عقود الموظفين كلها ويحطها أمامه ويبدأ يقضي وقت طويل فيها، السكانر هو جمع لك كل البيانات ووضبها بالطريقة اللي أنت يا مراجع الحسابات تحتاجها وطلع لك إيفيدنس. يعني برامج الذكاء الاصطناعي هي في المستقبل هي مو راح تسوي شغل أو إجراءات المراجعة فقط، لا، هي سوف يكون بإمكانها أن تصدر بيانات أو أدلة مراجعة عفوا. وهذا يحصل حاليا مثلا في إحدى الشركات الكبرى دون اسمها. هذه الشركة لديها مستودعات ضخمة، فاللي تسوي هذه الشركة عندها طائرات درون، طائرات الدرون هذه تطير فوق البضائع قادرة بطريقة معينة، والبضائع تم صفها بطريقة معينة، تسجل كل الكراتين وتتعرف على كود كل كرتون بحيث هي عارفة هذا الكود يحتوي على كذا حبة من هذا المنتج. وأكثر من ذلك قادرة أيضاً أنها تأخذ هذه المعلومات وتحطها in a compatible way بطريقة معينة
تنزلها في السيستم، وبالتالي قادرة أنها هذه طائرات الدرون تسوي مقارنة بين المخزون الفعلي وبين المخزون حسب الدفاتر. ولذلك سيد أخوي محمود الأمر أسهل بكثير مما حضرتك تتوقع. أيضاً ممكن بطريقة أخرى، اليوم اللي يحصل في بعض شركات المراجعة، هم عندهم شركات المراجعة عندها برمجيات معينة بحيث يكون بإمكانها أنها تأخذ الترايل بالانس أو الأستاذ العام من العميل وتحطه عندها في، وتدخل هذه البيانات عندها في برنامجها المحاسبي الخاص فيها، وتصدر تقارير وتقوم تقارن التقارير اللي أصدروها من تقنيات أو برامج المراجع الخارجي، يتم مقارنتها مع التقارير اللي أصدرها العميل من أنظمته. فلذلك الأمر أكبر من هذا بكثير. الحقيقة أخواني وأخواتي، أنا أعتذر منكم الحقيقة في عدد كبير من الأسئلة على الـ question and answers. والله أعتذر منكم، ما راح أقدر أمر عليها كلها، هناك أسئلة وهناك مداخلات، الوقت الحقيقة مضايقنا. فلذلك مثل ما قلت لكم في البداية، إذا ترغبون ووافقت الهيئة ربما يكون في هناك ورش أخرى عموما. وحتى الإخوان اللي رافعين أيديهم، إن شاء الله في نهاية البرزنتيشن، بس أخلص من البرزنتيشن، ربما نغير سياستنا. كنت أقول إن نحط مداخلاتنا على كل محور في حينه، ربما الآن أحتاج أن نخلي المداخلات للآخر، خوفاً من أن المداخلات تأخذنا لوادي آخر وما نكمل العرض. فلذلك الحقيقة توظيف التقنية في مجال المراجعة سوف تقود إلى تغيير كبير في مشهد المراجعة، هذا اللي أعتقده. أحد هذه المتغيرات راح تكون حجم فريق المهمة نفسه. أنا أعتقد أنه راح ينخفض بشكل واضح، والانخفاض راح يكون في الموظفين أو المراجعين ذوي المهام والدرجات الدنيا، لأن مهامهم في المستقبل القريب راح تقوم بها التقنية بشكل واضح وبشكل أفضل حتى. لذلك ربما حتى اختصاصات فريق مراجعة الحسابات، أنا أعتقد حتى اختصاصاتهم راح تتغير في المستقبل، لأن الحقيقة في ظل وجود هذه التقنيات إحنا بنكون محتاجين ضمن عناصر فريق المراجعة، راح نحتاج إلى أشخاص متخصصين بتحليل البيانات المالية واستقراء البيانات المالية، لأن هذه المهارات راح تمكن مكتب المراجعة من التنبؤ بسلوك العميل في المستقبل. فربما الفحص المكثف والمتشعب لسجلات العميل ربما تسمح للمراجع أن يستنبط أن هذا العميل مثلاً قد يواجه مشكلة إفلاس أو قد يواجه مشكلة تحصيل أو غير ذلك. فلذلك من المتوقع أن يتم التركيز في السنوات القادمة على أتمتة المهام والإجراءات غير المعقدة في مهنة المراجعة، وذلك لسهولة أتمتتها، ولأنها أيضاً بنفس الوقت تستنزف جهد ووقت فريق المراجعة. ولذلك أعتقد أن راح يتم التركيز على كيفية تحليل الحسابات ذات الأهمية النسبية الكبيرة في المراجعة والحسابات القابلة للتلاعب بها في الوقت الراهن، وبالتالي هنا تبرز أهمية الأتمتة. يعني الهدف من الأتمتة هو أن يؤدي بعض المهام بطريقة أفضل من اللي يقوم بها البشر. مجدداً أنا أعتقد أن مشهد عملية وإجراءات المراجعة سوف تختلف بشكل كبير في المستقبل. أعتقد أنه سيزيد الطلب على مهارات جديدة غير موجودة حالياً أو عليها طلب بسيط حالياً. أعتقد أنه في المستقبل سوف تختفي أو تتغير كثير من المخاطر اللي تؤرقنا إحنا في الوقت الراهن كمراجعي حسابات. كثير من هذه المخاطر سوف تختفي، بعضها ذكرناها بعضها سنذكرها لاحقاً. أيضاً أعتقد أنه ستظهر لنا مخاطر جديدة، على رأسها سرية البيانات، على رأسها علامات استفهام سوف ترسم على سلوك مراجع الحسابات، أيضا سنأتي لها بعد قليل بتفصيل أكبر.
لذلك أنا أعتقد أن العنوان العريض لأتمتة إجراءات المراجعة هو تكلفة منخفضة وكفاءة عالية. ولكن أيضاً الحقيقة في ظل أن احنا نضع هذا الهدف نصب أعيننا وهو تكلفة منخفضة وكفاءة عالية، يجب الانتباه لأن المنتج النهائي نقصد فيه أن تنفيذ إجراءات المراجعة في ظل الأتمتة يجب أن يحقق أهداف ومتطلبات المراجعة بشكل دقيق، خصوصاً في الأنشطة المعقدة، لأن إذا قمنا بأتمتة كثير من الإجراءات واعتمدنا على التقنية بشكل كبير وفي النهاية لقينا أنفسنا أن كثير من المتطلبات لا يمكن الوفاء بها، إذن ما في فائدة من الأتمتة، أو ربما على الأقل الأمر سوف يضطرنا إلا أن نقوم في كثير من الإجراءات اليدوية بهدف سد النقص، وفي الحالة هذه يعني ما أدينا الهدف المنشور. عموماً أنا أتوقع أيضاً أن في المستقبل الناس سوف تنظر إلى مهام المراجعة القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أنها إجراءات غير موثوق بها في البداية، هذا اللي أعتقده، ولذلك الموضوع يكاد يكون شائك، وبالتالي يقع عبء أو جزء من هذا العبء على شركات التقنية اللي اليوم هي قاعدة تصنع وتطور هذه البرمجيات والتقنيات، لأن أعتقد أن في البداية راح يكون في شريحة كبيرة من العملاء غير مقتنعين بتوظيف التكنولوجيا في مجال المراجعة، وراح يعتقدون أن ربما تكون هذه حيلة من مراجع الحسابات على أساس يؤدي شغله ويخلص بتكلفة أقل. وأنا عندي تجربة شخصية في هذا الأمر، قبل 3 سنوات تقريباً كان في نقاشات بين مكتبنا في نفس الشركة، مكتبنا في الخليج ومكتبنا في لندن حول هذا الموضوع، واتفقنا على أن يأتي حوالي 6 أو 7 فنيين في مجال التقنية هذه الفنتك وكيفية تطويعها في مجال المحاسبة والمراجعة، وجاءوا إلى منطقة الخليج وسوينا ورشة عمل في مكان من أفضل ما يكون، وكانوا الحضور منوعين من عدة قطاعات من عدة دول خليجية وشافوا كل شيء، وحتى أحضرنا سامبلز من البرودكتس على أساس يشوفونها، وتخيل هالحكي قبل 3 سنوات، تخيلوا ما قدرنا نسوي ولا ديل واحد، الكل خايف، الكل متخرع، ما هو آمن، ما هو ضامن إن هالموضوع حقيقي، وكأن إحنا قاعد نروي لهم بروباغاندا. فأنا أعتقد أنه هذه الطبيعة البشرية عموماً، فلذلك أنا أعتقد أنه موضوع أتمتة إجراءات المراجعة سوف يواجه كثير من الرفض من عدة أطراف غير مكاتب المراجعة والعملاء، لا في أطراف أخرى راح نتكلم عنها بعد شوية، فلذلك الموضوع ربما يكون يعتريه بعض الشيء الشك والريبة من العملاء ومن أطراف أخرى. أيضا الحقيقة في هذا الإطار لا نزال في المحور الأول، نعرض في هذا القسم أيضا بشكل نظري بعض التصورات والرؤى حول التطبيقات والمتوقعة. مجددا الحقيقة ودي أقول أن لا تزال كل النقاش هذا اللي يعني نقوله حاليا هو كلام جزء منه نظري يتعلق بالمستقبل وكيف تكون عليه الأمور في المستقبل، وجزء منه هو حاصل على الأرض أو سيحصل خلال الفترة القصيرة القادمة، لأن توظيف التكنولوجيا في ميدان المراجعة هذا أمر لابد منه، ولكن أنا أعتقد أن إحنا يجب علينا كمراجعي حسابات يجب علينا أن نتخذ الخطوة الأولى ونقبل هذا الأمر الجديد ونتبناه ونوظفه بشكل سليم قبل أن نجد أنفسنا مفروض علينا. الحقيقة بعض شركات المراجعة لديها برامج تستخدمها حالياً لتمكينها من استقصاء وتحليل البيانات بشكل سريع، وبالتالي البرامج هذه تقوم باستخلاص وتوظيف المعلومات المفتاحية بوثائق يعني self-generated documents وموضوع أو مصمم بالشكل اللي يحتاجه المراجع. على سبيل المثال بعد مراجعة مجموعة من المستندات، يعني قد تكون مثلاً عقود الإيجار، طلبات الشراء، عقود توظيف الموظفين، محاضر الاجتماعات الإدارة العليا أو مجلس الإدارة أو الاجتماعات مع العملاء أو الخطابات القانونية، هذه المستندات يقوم النظام التقنيات الحديثة تقوم بتحديد العناصر التي تهم مراجع الحسابات،
مثل الأسماء والعناوين والمبالغ وأسماء الدول والتواريخ والفترات الزمنية. النظام بنفسه قادر إنه مثل يعني يقفز إلى هذه المعلومات ويأخذها ويضعها بترتيب معين حسب ما يريده مراجع الحسابات، وبالتالي يستخرج لنا النتائج بالشكل المطلوب. شركات التقنية العالمية الحديثة بدأت التركيز على هذا الميدان، وبدأت تقدم منتجاتها لشركات المراجعة التي لم تدخل التقنية إلى عملها لحد الآن، وبدأوا يقنعونهم بالاستثمار بالتقنية. وأنا حضرت الحقيقة كثير من مؤتمرات الخاصة بالمحاسبة، وقاعد نشوف أن شركات التقنية يتم استدعائها أو هي تطلب الحضور وتبدأ يعني تحاول تقنعنا بمنتجاتها. فلذلك من بين أهم الأمور التي تتغير في ظل توظيف التكنولوجيا في ميدان المراجعة، أنا أعتقد أن كثير من الأمور اللي راح تكون مستغربة في البداية منها أيضاً الحضور الفعلي لأعضاء فريق المراجعة إلى مكان العميل، لأن هذا الموضوع سوف يقل بدرجة كبيرة. فهل يا ترى وليش راح يقل بدرجة كبيرة؟ لأنه مو مطلوب، لأن مراجع الحسابات يقدر من مكتبه أو يمكن حتى في بعض الأحيان من بيته يقعد يؤدي كثير من المهام، وليس كل، يؤدي كثير من المهام عن بعد. طيب العميل كيف سيفسر هذه الأمور؟ فلذلك وأيضا في المقابل الحقيقة هذه الممارسات ربما تفتح باب لمراجع الحسابات أنه يبدأ يكسر البروتوكول أو يعني يوغل في الغياب. فأعتقد ربما يجب أن يكون هناك في المستقبل معايير جديدة تنظم هذه الجزئية، تعد رغم أن التطبيقات المراجعة أكثر عملية، يعني more practical حق مكاتب المراجعة الكبيرة. ليش؟ لأن مكاتب المراجعة الكبيرة هي تتعامل مع عملاء كبار، العملاء اللي تدقق عليهم هم شركات كبيرة، وبالتالي استثمروا بقوة في تطوير أنظمة المحاسبة عندهم، وبالتالي أنظمة المحاسبة الحديثة لدى العملاء هذيلة تكون قادرة على يكون في compatibility أو يكون فيها يعني ما أعرف شلون، يكون ممكن استقراءها، خلينا نقول ممكن استقراء تقاريرها من قبل التقنيات الحديثة اللي عند مكتب المراجعة. وبالتالي هذا هو السبب اللي يؤدي بمكاتب المراجعة الكبيرة أنها توظف التقنية بشكل أكبر من ما هو عليه لدى المكاتب الأخرى أو الصغيرة، لأن المكاتب الصغيرة ربما يعني يمتلكون تقنيات مراجعة ولكن سوف يكونون غير قادرين على تطبيقها على شريحة كبيرة من عملائهم. من المتوقع أيضاً أن التقنية الحديثة تكون قادرة بنفس المستوى أو ربما أكبر من مستوى قدرة الإنسان على التفريق بين الخطأ والاحتيال في الممارسات اللي يواجهها العميل، وهذا أمر يمكن نعرض له بعد قليل بتفصيل أكثر. وبالتالي يكون النظام قادر على تطوير risk based approach أو إجراءات مراجعة قائمة على أو معتمدة على مستويات المخاطر في كل area. الحقيقة أن القدرات الفائقة أيضا للتقنيات الحديثة على تحليل البيانات سوف تتيح المراجعة قدر كبير من الارتياح فيما يتعلق بفحص الأحداث اللاحقة. على سبيل المثال، لأن شنو اللي كان أو شنو اللي يحصل حالياً، خلونا نأخذ مثال الآن، يعني اليوم إحنا في شهر يونيو 2020، اللي نفترض أن اليوم أنا مكتب أو شركة مراجعة عندي عميل قاعد يدقق حسابات سنة 2019، وبالتالي تاريخ البيانات المالية تاريخ 31 ديسمبر 2019، بسبب جائحة كورونا وبسبب القوانين الجديدة الاستثنائية في البلد أصبح الفترة اللاحقة طويلة بشكل استثنائي. العادة الفترة اللاحقة تكون شهر شهرين ثلاثة بهالحدود يعني، إنما الحين الفترة قد تمتد إلى قرابة 6 شهور. طيب في هذه 6 شهور عادة تكون في كثير من الأحداث اللاحقة اللي ستترك أثر على البيانات المالية، سواء من ناحية الإفصاح أو من ناحية التعديل. مراجع الحسابات علشان
يقوم بالإجراءات المحدودة في العادة، لأن معايير المراجعة تتطلب من المراجع أن يقوم بإجراءات محدودة تتعلق بالفترة اللاحقة، والإجراءات تكون محدودة لأن الفترة اللاحقة هي قصيرة أساساً، فبالتالي في احتمال كبير أن ما يحصل أحداث لاحقة ذات بال للمراجع. ولكن الآن الفترة اللاحقة امتدت لقرابة 6 شهور، زين هذا راح يتطلب جهد كبير من مراجع الحسابات لفحص الفترة اللاحقة والتأكد من الإجراء الصحيح اللي يجب القيام به. هذا الأمر قد ينطوي عليه تكاليف كثيرة على مراجع الحسابات لم يكن من الممكن التنبؤ بها سابقا، ولكن هي كلها أمور طارئة. وجود التقنية راح يعفي هذا المراجع من التكاليف الإضافية، لأنه يقدر يستخدم التقنية بتكلفة أقل بكثير بوقت قصير جدا، يصل إلى يحلل هذه البيانات ويصل إلى ما يجب الوصول له. فلذلك أيضا الحقيقة تطويع أو توظيف التقنية في مجال المراجعة ينطوي أيضا الحقيقة على كثير من الأمور المتعلقة بسلوك وأداب المهنة. إحنا كلنا نعرف أن من بين السلوك التي يجب أن يتحلى بها مراجع الحسابات هو الموضوعية. طيب الآن لو التقنيات الحديثة ما عادت تسمح للمراجع أن يكون موضوعي في حكمه على كل الأمور، فهني أما أن نقوم بإجراءات إضافية يدوية أو أن نعدل ونطور البرنامج التقني اللي قاعد نستخدمه في المراجعة. أيضا حماية المصالح العامة، ربما يتم تصميم بعض تقنيات المراجعة بهدف حماية المراجع نفسه فقط، ولكن لا تحمي صغار المساهمين في الشركات المدرجة فرضا، أو لا تحمي الحكومات اللي تستثمر في استثمارات خارجية مثلا. فأعتقد أن هذه من بين الأمور اللي يجب الانتباه لها لأنها تؤثر على سلوك وأخلاقيات المهنة. أيضا فيما يتعلق بالعناية الواجبة، يعني من المتوقع أن شركات التقنية لما تصمم بعض التقنيات ربما تصممها بطريقة تؤدي الغرض وبس، فلذلك ربما هذا الأمر يؤثر على قيام مراجع الحسابات بالعناية الواجبة المطلوب به أو المطلوب منه الأخذ بها. أيضا ربما تؤثر على نطاق مسؤوليات المهمة، فإذا كانت هذه التقنيات تؤدي إلى الإخلال بالمسؤوليات فالمطلوب الأخذ بإجراءات بديلة. أيضا الالتزام بالطلبات معايير المحاسبة، فهني السؤال اللي يتكرر، هل سيتمكن النظام الجديد التقني في ميدان المراجع من فحص، على سبيل المثال فحص سلامة تبني السياسات والفرضيات المناسبة من قبل الإدارة، إي ولا لا؟ أيضا فيما يتعلق بالاعتراف واحتساب الإيرادات والمخصصات وغيرها، هل يا ترى النظام أو التقنيات الحديثة سوف تكون قادرة على الوفاء بهذه المتطلبات ولا لا؟ نأتي إلى أمر أيضا مهم جدا لا يقل أهمية عن 5 بنود السابقة اللي ذكرناها، وهو الوفاء بالسرية والحفاظ على سرية البيانات. لأن الحقيقة في ظل استخدام التقنية العميل أصبح مثل الكتاب المفتوح، وبإمكان الكثير من الناس سواء في مكتب المراجعة أو خارجه بإمكانهم قراءة هذا الكتاب المفتوح دون أن يكون لهم الحق في قراءته، بل حتى يمكن للمراجع حتى استخدام هذه التفاصيل، كم المعلومات الهائل اللي موجود في أنظمة المحاسبة لدى المراجع واللي أخذها المراجع عنده عشان يحللها، هذا الكم الهائل من البيانات الآن هو متاح أمام مكتب المراجعة لتوظيف هذه البيانات في ميدان آخر. طيب هذا فيه انتهاك للسرية ربما، فلذلك أعتقد أن حتى معايير الحفاظ على السرية ومعايير سلوك المراجع يعني بشكل عام يجب أن تنتبه لهذه الأمور. تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنا أتوقع أنها ستكون حاضرة في كل نواحي وخطوات عمل المراجع مثل ما تكلمنا عنها قبل شوي. ففي التخطيط مثلا تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف تساعد مراجع الحسابات على أن يعد أموره، يقوم بالتخطيط بشكل أفضل للمهام باستخدام الموارد اللي عنده، أفضل استخدام البيانات اللي موجودة عنده، وباستخدام كوادره أفضل استخدام أيضا، والتوصل إلى عناصر جديدة يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط لهذه المهام
وعنده أيضا أكثر من ذلك عنده تنفيذ المراحل الأخرى من مهمة المراجعة بعد التخطيط. ففي العمل الميداني أيضا التقنية سوف تساعد المراجع على الوصول إلى استنتاجات أكثر دقة من ذي قبل. من ذي قبل أقصد من قبل استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في مجال المراجعة. وسوف تسمح المراجع أنه يبدأ يحل الكثير من البيانات اللي ما كان يحللها قبل. والتأكد من سلامة العمليات والأرصدة الختامية. سيكون أيضا الحقيقة في ميدان جديد لممارسة الحكم المهني professional judgment ونزعة الشك المهني لدى مراجع الحسابات. ولذلك الحقيقة أنا أشكل الأمر اللي هو ممارسة الحكم المهني لدى مراجع الحسابات وهو أمر مهم وحساس ويجب أن يراجعه أو يمارسه المراجع بكل مراحله، يعني سواء كان جونيور ولا سينيور ولا مانجر ولا بارتنر، في كل مرحلة وفي كل موقع من هذه المواقع يجب على المراجع أن يكون عنده حكم مهني يمارسه. طيب اليوم إحنا في بيئة المراجعة الحالية اللي إحنا قاعد نشوفها، إحنا فاهمين الموضوع وقادرين نعرف أن في كل أمر من الأمور التي تستجد وتطرأ أمام مراجع الحسابات بمختلف المراتب، الأمور اللي تطرأ أمامه عارف كيف يتخذ قرار مهني سليم ويحكم أو يمارس حكمه المهني عليه. وبالتالي ما عنده شيء جديد أو كبير جدا، لأن ظروف المراجعة اعتيادية ومعروفة، ظروف العملاء اعتيادية ومعروفة، فما فيه مثل ما نقول خروقات، ما فيه تغيرات كبيرة. ولكن ممارسة الحكم المهني سوف يكون أمر مهم جدا عندما نوظف كثير من التقنيات في ميدان المراجعة، لأن هذه التقنيات سوف تجلب للمراجع كثير من علامات الاستفهام التي يجب عليه أن يتحقق منها، ولما يتحقق منها يجب أن يصل إلى خلاصة مقنعة، وبالتالي لما يصل إلى خلاصة مقنعة يجب أن يتخذ قرار. فالوضع لن يكون فيما يتعلق بممارسة الحكم المهني، الوضع في المستقبل لن يكون كما هو عليه الآن. يعني أنا الحقيقة بإمكاني أن أطرح مثال طريف على هذا الأمر. يعني خلونا نضع في الاعتبار كأن اليوم إحنا نتكلم عن لاعب كرة قدم مثلاً يلعب الدوري المحلي. هذا اللاعب هو فنان وعنده مهارات كثيرة وعنده مهارات شخصية وجماعية وجسمانية وقادر يؤدي دوره بشكل فعال، وبذلك هو ناجح في الدوري المحلي، عارف الملعب وعارف الطقس وعارف الجماهير وعارف أصدقائه وعارف اللغة وعارف الحكام ومحتك بالوضع وعارف الفرق القوية والفرق الضعيفة وما إلى ذلك. هذا اللاعب لما يروح فرضا من الدوري المحلي يلعب بالدوري الأوروبي مثلا، طيب هذه لعبة وهذه لعبة، نفس ما احنا قلنا هنا هذه مراجعة بدون تقنية وهذه مراجعة بتقنية، ولكن وين الوضع مختلف. الآن الجو بارد بدل ما يكون ساخن، الآن الجماهير ضخمة جدا بدل ما كانت جماهير بحجم معين، الآن اللغة، ظروف اللعب، المطلوب من هذا اللاعب هنا غير ما كان مطلوب عنه، فلذلك البيئة كلها مختلفة. فلذلك موضوع ممارسة الحكم المهني الحقيقة راح تكون يعني أحد المواضيع الشائكة اللي إن شاء الله ما يسقط فيها مراجعي الحسابات وإنما يمارسونها بشكل ناجح إن شاء الله. أيضا الحقيقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي سوف تلعب دور واضح فيما يتعلق بعملية إصدار التقارير. أقدر أورد بعض الأمثلة، يعني مثلا إحنا في الماضي كنا لما يجيك العميل يروح للبنك يطلب تمويل مثلا، احنا اهم شيء عندنا انه يجيب لنا تقرير اصلي، نسخه اصليه مطبوعه، ما هو نسخه يجيب لنا اصل، غير ذلك ما نعترف باي شيء اخر. اليوم لا، اصبحت النسخ الالكترونيه اللي موجوده في قوائم وغيره هذه تكفي. ايضا احنا كنا في السابق كثير من الاشعارات والفواتير والشهادات كنا ما نؤمن إلا بالشهادات الأصلية الموقعة والمختومة. اليوم أصبح الوضع مختلف، كثير من
أدلة المراجعة عندنا هي computer generated documents وإحنا نقبلها. لذلك الأمر في المستقبل سوف يعني يزداد بشكل كبير. في هذا الإطار أنا أقدر أسرد لكم مثال، بس إن شاء الله أني أقدر أسرد على عجال لأن الوقت الحقيقي قاعد داركنا. من بين تطبيقات التقنية الحديثة أو توظيف التقنية الحديثة في ميدان المراجعة، أنا علمت الحقيقة عن أحد أصدقائي، هو كان يعمل في مكتب مراجعة أحد المكاتب الكبرى وعمل في فروعهم في أماكن مختلفة. الآن يتم تصميم برنامج للحصول على مصادقات البنوك على حسابات العملاء بطريقة آلية، بحيث أن نستغني عن الطريقة اللي موجودة أو القائمة حالياً، واللي هي أيضاً تسببت بكثير من الإرباك اليوم في ظل وجود جائحة كورونا، خصوصاً خلال الفترة القادمة اللي لا الموظفين البنوك موجودين في مكاتبهم على أساس يصدرون المصادقات هذه، ولا البريد موجود على أساس ينقل لك المصادقات، ولا أنت موجود في مكتبك على أساس تستلمها. فكانت الآلية اللي موجودة حالياً أن العميل يصدر خطاب للبنك يقول لهم اصدروا لي مصادقة بتاريخ البيانات المالية وارسلوها مباشرة إلى مكتب المراجع. البنك يصدر هذه المصادقة، يختمها، يوقعها الشخص المعني، ثم ترسل بالبريد إلى مكتب المحاسب المراجع. المراجع لما توصله يستلمها ويبدأ يعمل على أساسها. البروسيجر اللي يتم العمل عليه الآن أنا أعتقد أنه راح يكون آلي بشكل كبير، بحيث أنه يربط الشركات بالبنوك بشكل آلي، بحيث أنه البنوك تكون عارفة أن عملائها اللي لهم حسابات عندها كل واحد منهم وين الإيميل المعتمد له لهذا العميل، وين الإيميل المعتمد لمكتب المراجعة الخاص بهذا العميل، بحيث أنه يكون لدى البنك في بروسيجر متبع ومعترف فيه، أنه لما البنك يستلم رسالة من هذا الإيميل اللي هو إيميل لدى مكتب العميل، إذا استلمت الرسالة من هذا المكتب فإن بإمكانه أن يصدر المصادقة ويرسلها أيضاً بالإيميل إلى مكتب المراجعة من خلال العنوان البريد الإلكتروني اللي موجود لمكتب المراجعة لدى البنك، وبالتالي تصير العملية سهلة ومؤتمتة وسريعة وتحفظ التكاليف والوقت والجهد. ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. هل سيقتنع المراجعين أن هذا الإجراء لا يخلق سرية بياناتهم لدى البنوك؟ هل الجهات الرقابية ستقبل بهذه الوثيقة الصادرة من الكمبيوتر من غير ختم من غير توقيع وأصدرت للعميل أو اللي أصدرت إلى مكتب المراجعة، هل هذا سيكون وثيقة مراجعة يعتمد عليها؟ إيش يضمن لنا أنه يكون في أخطاء في الإيميل أدرس حق المراجع، أو بالتالي تروح الوثائق السرية هذه إلى أماكن خاطئة لا يجب أن تذهب لها؟ فالعملية في المقابل هل ستقتنع فرضاً الجهات الرقابية من هذا الإجراء؟ الحقيقة كثير من الأمور يجب التطرق لها. ودي الحقيقة فيما تبقى من البرزنتيشن أخذ على عجالة بعد إذنكم لأن الوقت داركنا. يجب أن يقوم مكتب المراجعة بإصدار البيانات المالية باستخدام هذا أحد الأمور اللي شرحتها قبل شوي رداً على الأستاذ محمود. قلت لأن الآن مكاتب المراجعة عندها أنظمة بحيث أن تأخذ الترايل بالانس من العميل وهي تصدر بيانات مالية للعميل وتقارن البيانات اللي هي أصدرتها للعميل مع البيانات اللي العميل أصدرها. أيضاً حقي ودي أنتقل إلى السلايد أو الشريحة اللي بعده على عجالة. أيضاً أنا أتوقع أن راح يكون في كثير من البرمجيات أو أدوات المراجعة الفنية اللي سوف تكون مخصصة أما أنها تشتغل حسب Combined Approach أو حسب Substantive Approach اللي هو يعتمد على أن على فرضية أن الانترنال كنترول لدى العميل لا يمكن الوثوق به. ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها. أيضاً الحقيقة الآن ندخل في المحور الثالث، هو دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير ملامح مهنة المحاسبة وليس المراجعة. الحقيقة لن أسهم كثيراً في هذا الأمر لأن مثل ما حضراتكم عارفين اليوم في عدد كبير من الشركات موجودة في المجتمع أكثر من أي وقت مضى. هذه الشركات
تحتاج إلى خدمات المحاسبة والضرائب والتخطيط النقدي أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي هذا الشيء يزيد الطلب حتى على برامج المحاسبة. برامج المحاسبة التقليدية رخيصة نسبياً تكلفتها اللي موجودة اليوم هي تؤدي الغرض، ولكن أغراض الشركات أو العملاء راح تزيد في المستقبل، وبالتالي أعتقد أن سوف تتطور حتى برامج المحاسبة اللي يجي بعدين المراجع يراجع عليها. وراح أعتقد أن عامل آخر يسهم في الدفع نحو تطوير برامج المحاسبة هو أن تكلفة الأخطاء البشرية عالية، وتكلفة المراجعين تكلفة المحاسبين اليوم في الشركات أيضا عالية. لما تأخذ لك محاسب دوام كامل وتعطيه مكتب وراتب ومصاريف أخرى وتأمينات اجتماعية وغيرها، موضوع مكلف. فشركات التقنية منتبهة لهذا الأمر وقاعدة تحاول تستفيد من هذه الجزئية. ننتقل أيضا على عجالة إلى المحور الرابع، كيف يتأقلم مراجع الحسابات مع ظروف العصر الجديد للمهنة. نتكلم عن المراجعين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات يعني وشركات، لأن يجب علينا جميعا أن نواكب التقدم التقني اللي حاصل سواء كأفراد كمراجعين حسابات أو كمكاتب مراجعة. المراجعين ما يحتاجون أنهم يكونون بالضرورة خبراء في التقنية وفي تحليل البيانات وفي استقراء البيانات، ولكن يجب أن يكون عندهم مقدار كافي من القدرة على التعامل مع الأنظمة واستخراج البيانات وتحليلها ومناقشتها وفهمها والوصول إلى النتائج التي تحملها. وأيضاً يجب أن يمارسوا حكمهم المهني ونزعة الشك المهني عندهم في أنهم يقبلون هذا الأمر أو ما يقبلونه، هل يقومون بإجراءات مراجعة إضافية ولا لا. فلذلك الوضع سيختلف بشكل كبير. أمر آخر أيضاً، مراجع الحسابات الحقيقة من بين المهام المنوطة به في المستقبل، مراجع الحسابات يجب أن يتأكد أن برنامج المراجعة قاعد يختار البيانات الصحيحة في كل حالة يعني استيعابها وتحليلها وأصدار النتائج والتحليلات المتعلقة فيها، خصوصا فيما يتعلق بتقارير الاستثناءات والأخطاء. هنا تبرز قيمة المراجع، بحيث أن المراجع لازم يكون قادر أن يصح للسيستم، وهذا المستوى لن يصله المراجع إلا إذا كان متمكن من مهنته وقضى فيها وقت طويل. ننتقل إلى المحور الأخير، محورنا هو عقبات في طريق أتمتة مهام المراجعة. الحقيقة أن استخدام التقنية في ميدان المراجعة بشكل مكثف مثل ما قلت قبل شوي هو أمر لا مفر منه، هو قادم. فلذلك يجب علينا إحنا كمراجعين أفراد ومؤسسات، يجب على الأفراد أن ننمي قدراتنا الشخصية ونتمكن منها بشكل كبير، ويجب على مكاتب المراجعة أنها تبدأ إدخال تقنيات المراجعة بشكل تدريجي في شغلها. لذلك لابد من تضافر جهود كل منظومة المراجعة، سواء كانوا جهات رقابية، سواء كان جهات متعلقة بالجهات الرقابية، سواء كانوا شركات، سواء كان مجتمع مهني، يجب أن يبدأ يتقبل هذه الأمور. فمثلاً يجب على الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والجهات الأخرى ذات العلاقة مثل المحاكم، إحنا كمراجعين نحتاج منها بعض المدخلات، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي أيضا إحنا نحتك فيهم، مثل الهيئة العامة للزكاة والدخل. هذه الجهات ذات علاقة بعملنا، فيجب أن تكون هذه الجهات أساسا مطلعة على مستجدات عملية المراجعة ومنخرطة في تفاصيل تنفيذها، لأنهما سيتأثرون بما سيؤول إليه الأمر في النهاية. بما سيؤول إليه الأمر أقصد بأن كيف ستنفذ مهام المراجعة في المستقبل لما يتم توظيف التقنية فيها. فلذلك أنا أعتقد لابد من تعاون الجهات القضائية على سبيل المثال بتبيين الوضع القانوني للقضايا المرفوعة على الشركة. هالشيء راح يساعد مراجع الحسابات بشكل كبير من أداء مهامه بشكل سليم، لأن مراجع الحسابات الحين في حالات كثيرة كل اللي يقدر يسويه أنه يكتفي بالبيانات اللي موجودة عنده،
طيب هذا الوضع ما يخدم مستخدمي البيانات المالية، لأن الوضع القائم إنه يكون لما يكون في قضية مرفوعة على الشركة والمراجع بسبب الوضع الراهن مو قادر يعرف الوضع الحقيقي لها، وبالتالي يبدأ يطبق هذا الوضع الحقيقي على معايير المحاسبة ويشوف هل يسوي، هل ترى يبدأ يسوي ديكلاريشن أو يسوي ريستيتمنت حق بعض المبالغ، ما هو قادر يقوم بشغله بسبب أن كثير من المعلومات محجوبة عنه وما يقدر يصل لها بشكل بسيط، يمكن الوصول لها راح يكلفه كثير من الوقت والمال أيضا، فلذلك يترك الأمر وربما يصدر قرار متحفظ أو حتى من غير إبداء رأي. وهذه الأمور إن شاء الله في ظل توظيف خدمات، في ظل توظيف التقنية إن شاء الله نقدر نتغلب عليها. أنا أعتقد أن لتوظيف التقنية بشكل ناجح في عملية المراجعة يجب أن تقوم إحدى الجهات المسؤولة، لعلها مثلاً الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بوضع مسودة مثلاً ومناقشتها مع كل الأطراف، تكون على تلزم مكاتب المراجعة وتلزم الشركات الخاضعة للمراجعة اللي هم العملاء، وتأخذ آراء الجميع بحيث أنه يكون فيه خطة زمنية، يعني مثل ما الهيئة السعودية وضعت إطار زمني وبدأت تعمل بشكل مرتب لتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS بشكل تدريجي لا يخلق عقبات ويحقق الفائدة بنفس الوقت. أنا أعتقد أن محتاجين إلى أن نضع آلية بحيث أن الجميع يتطور، يعني مو معقول عقب 5 سنين من الآن في 2025 نجد أن مكاتب مراجعة لا زالت لا تستخدم التقنية بشكل كبير. فأتمنى أن يتم ترتيب هذا الأمر بطريقة سليمة تراعي كل المخاوف، تحقق كل الأهداف، تسمح بتقليل التكاليف، تسمح بإجراء كثير من الـ analytical procedures، التحليلات أو الإجراءات التحليلية. ربما حتى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ربما تضع ضمن الميادين المسموح للمراجعين بأنهم يحضروا دورات فيها في ميدان المتطلبات التدريب المهني المستمر، ربما تكون تقنيات، يعني يخصص كوتا حق سنويا للمراجع أنه يطلع على توظيف التقنية في مجال المراجعة. وأنا أعتقد أنه يجب على المصارف ومؤسسات التمويل أن توفر كل الدعم المطلوب لأتمتة الجزء المتعلق بها، فيما على سبيل المثال اللي طرحته، بطريقة تضمن سرية البيانات وتضمن استيفاء كل الاشتراطات المنطقية. أنا أعتقد أنه في المستقبل القريب سوف يكون هناك كثير من التغيرات اللي راح تؤثر بعضها إيجاباً وبعضها راح يكون سلباً في الفترة الأولى، وإن شاء الله يتم تداركه سريعاً على مهنة المراجعة. ولذلك أنا أعتقد أنه لابد من التخطيط السليم والمسبق والتوعية لهذا الأمر بطريقة جيدة من الجهة المختصة وليس من غيرها للنجاح في هذا الأمر. عموما أخواني وأخواتي شكرا جزيلا لكم. الحقيقة الآن إن شاء الله أفتح المجال للمداخلات، فالأخوة اللي عندهم مداخلات أرجو أن ترفعون أيديكم. الأخ محمد هشام تفضل. أحمد متشكر جداً مجهود طيب يعني ومحاضرة غنية جداً. كان عندي سؤال بخصوص البلوكتشين تكنولوجي والفيريفيكيشن. البلوكتشين احنا عارفين ان هي كلها تتمحور حوالين الفيريفيكيشن، تمام؟ فمستقبلاً كمان بنتكلم من 5 لـ7 سنين السمارت كونتراكت، نعم، هيسمح ان يكون في ممكن نقول كونسبت جديد ريال تايم اوديت، بحيث يكون الاوديت بتحصل في الوقت الفعلي، يعني ترانزاكشن البلوك تشين هي تسجيل للترانزاكشن والفيريفيكيشن بتاعها. جميل جدا، بمعنى ان العمليه هتحصل بدل ما الوقت الحسابات ديبت وكريدت هيبقى ديبت وكريدت، والفيريفيكيشن فايل عباره عن الوقت واللوكيشن بتاع الترانزاكشن وحصل منين لفين،
وكل ده طبعا مشفر يعني ممكن نسق شويه في التكنولوجيا دي. هل السؤال بشكل واضح كمان مره، هل في امكانيه البلوك تشين ان تحل محل المراجعه بشكل نهائي؟ انا اسف يعني انا كشركه دلوقتي احتاج ايه اللي يخليني احتاج مراجعه طالما موجود تكنولوجي بتسمح بالفيريفيكيشن في الريال تايم؟ شكرا اخوي محمد هشام. الحقيقه انا ما اعتقد انه التكنولوجيا في ميدان المراجعه مهما بلغت لن تستغني عن العنصر البشري. اعتقد ان التقنيه راح تقلل بشكل كبير من المهام الروتينيه الممله اللي تستنزف الوقت والجهد واللي عاده يقوم بها الجونيور اوديترز. انا اعتقد هذه اللي راح تكون في البدايه هدف لشركات التقنيه، واعتقد انه في مرحله لاحقه سيتم التركيز على الاناليتيكال بروسيجرز وربط الحسابات، لكن لم يحصل في اي ميدان مهني ان تم الاستغناء عن العنصر البشري بشكل كامل. هذا رايي، وارجو اخواني واخواتي الحضور، أنا رأيي ليس بالضرورة أن يكون صحيح دائماً، فلذلك النقاط اللي تثار من قبل الزملاء أرجو أن أيضاً أن تتعلقون عليها، يعني الموضوع مش سؤال وجواب كثر وأن تبادل آراء وجهات نظر، فلذلك أتوقع وأنتظر منكم جميعاً المداخلات. إذا تكرمت في مراجع أقدر أستفيد منها بخصوص أتمتة عمليات المراجعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المراجعة، الحقيقة يوجد كثير من المراجع. أنا أنصحت الأخت ندى أن في البداية تحاولين تفهمين شنو الذكاء الاصطناعي، هذه هي الخطوة الأولى، تفهمين الذكاء الاصطناعي بشكل عام إيش هو وشنو يراد منه، وبعدين تتخصصين في الذكاء الاصطناعي في ميدان المراجعة. لماذا لا يصدر برنامج مراجعة موحد من قبل الهيئة؟ هذا السؤال يوجه للهيئة الحقيقة. أستاذ، هذا يعني الاستغناء عن المورد البشري في حال تم اعتماد التقنية الآلية في المحاسبة والمراجعة؟ إطلاقاً لا يوجد أي ميدان من ميادين المهنية تم الاستغناء عن البشر، ولا أعتقد أن يتم ذلك، ولكن التقنية سوف تشغل حيز واضح خلال الفترات القادمة. في اعتقادي إجراءات المراجعة قبل كورونا لن تكون نفسها بعد كورونا. ذكرت أن هناك رفض من قبل العميل بخصوص التوجه للتقنية في المراجعة، لهذا الرفض في الخليج طبعا على مستوى العالم، يعني الخليج احنا مستثناء. أعتقد أن في خلال الفترة القادمة لما تبدأ تقنيات المراجعة تجد موطئ قدم كبير في سوق المراجعة، أعتقد أن راح تواجه أيضا بمقدار كبير من الرفض، وهذا ما له علاقة بس بميدان المراجعة، بالعكس ذكرت لكم الحادثة اللي سويناها قبل 3 سنوات، ميادين متعددة من البانكينج إلى السيرفيسز إلى السكيورتي، أنشطة مختلفة، والناس قبل 3 سنوات كانت خايفة وعازفة بشكل كبير عن استخدام التكنولوجيا في أعمالهم. عدم امتلاك المراجعين لهذه المهارات التقنية ستقوم الأنظمة والتقنيات الحديثة إلى إلغاء الحاجة لهم. التقنيات الحديثة سوف تقلل من الحاجة للعنصر البشري في ميادين معينة، مثل ما ذكرتها قبل شوي، المراجعين اللي يقومون بالمهام اللي تستنزف الطاقات والوقت والجهد، هذه اللي ستركز عليها شركات التقنية من أجل الاستفادة. عصام العامري دكتور. والنعم، تفضل نقطتك بسرعة، تفضل. هي 3 نقاط على عجالة. النقطة الأولى الكادر البشري، كما قلت دكتور العنصر البشري لن يتلاشى مقابل هذه التكنولوجيا، ولكن المستويات الدنيا فقط منها ما سيتم الاستغناء عنه، وبالتالي هنا يجب إيش على العنصر البشري المواكبة تعتمد على جهتين، جهة شخصية والدولة أو الجهة المسؤولة، بمواجهة تطوير المنهج وأيضا تطوير الذات بالنسبة للموظف. النقطة الثالثة اللي هي عبارة عن المخاطر. النقطة الأولى الكادر البشري، النقطة الثانية شن هي؟ الكادر البشري لن يتلاشى، يعني أنا أقصد لن يتلاشى. هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية إيش كانت؟ التطوير طبعا يعتمد على جهتين، جهة شخصية من الموظف نفسه، نعم. وجهة لديها جهة مسؤولة كالدولة أو كالجهة المنظمة،
نعم. هيئة المحاسبين القانونيين بتطوير المناهج سواء المنهج. أي نعم. النقطة الأخيرة الذي هي المخاطر، المخاطر فعلا قد تتلاشى، ولكن بالمقابل دكتور سوف تظهر مخاطر أخرى مختلفة بناء على التطور الحاصل، وبالتالي يجب أنه إيش نكون على قد هذه المخاطر الحاصلة، لأنه قد تكون أنا أعتقد أقوى وأخطر من ما تم من الذي تلاشت مسبقا. طبعاً أخوي عصام شكراً جزيلاً لك. الحقيقة أن الكادر البشري أنت تقول ربما يتم الاستغناء عن المراجعين في المستويات الدنيا، لا، حتى في المستويات الوسطى المراجعين الذين يقومون بالأناليتيكال بروسيجر سوف يتأثر وجود العنصر البشري في هذا الموضوع أيضاً. أتفق معك فيما يتعلق بالنقطة الثانية التطوير، والنقطة الثالثة المخاطر. عندنا أيضاً الأخت حنان، تفضلي. الله يعافيك. أسألك بالنسبة لاستخدام الأتمتة في المراجعة، هل هي بتأثر على الفحص الميداني بحيث أنه تقلل الزيارات أو إيه بالضبط؟ شكرا لك. بالتأكيد راح تقلل عدد الزيارات، راح تقلل حتى عدد الموظفين أو المراجعين المطلوبين لتنفيذ العمل الميداني، هذا كله ذكرناه بالتفصيل في الورشة. عموما أخواني شكرا جزيلا لكم على حضوركم، والحقيقة أنا تشرفت بوجودي معكم اليوم، وإن شاء الله نلتقي مجددا. شكرا جزيلا وفي أمان الله.